السلام عليكم ورحمة الله. خلينا نكمل اليوم محاضرة 13-7 مادة الفيجوال بيسك بموضوع الـ Variables Chapter 2. إن شاء الله نكمل. امبارح بلشنا بالـ Data Types وبالمتغيرات الرقمية. حكينا في عنا Integer، في عنا Double، تعرفنا على Numeric Literal و Numeric Variable. حكينا لما نحكي Literal دائما بنقصد فيه قيم رقمية. نيوماريك ليترال يعني قيم رقمية، 5، 10، سالب 10، سالب 100، سالب 1000، 1.5، سالب 1.5، سالب، هاي ليترالز، هاي ليترالز بنسميها. الفاريبل حكينا الفاريبل هو موقع بالذاكرة، المتغير هو اسم لمكان بالذاكرة بيحمل قيمة معينة. عادة حكينا قاعدة مهمة بلغة فيجوال بيسك، عشان استخدم اي متغير الفاريبل نيم عشان استخدمه لازم أعمل عملية تعريف للمتغير قبل استعماله. حكينا في عنا قاعدة مهمة، قبل ما استعمل أي متغير لازم أعمل له عملية تعريف قبل استخدامه، مش قبل كل استخدام أعمل له تعريف، بعرفه داخل السكوب الواحد مرة واحدة، داخل المكان الواحد، يعني المكان مثلاً البروسيجر، الإيفنت بروسيجر. إذا عندي أكثر من إيفنت بروسيجر، وفي عندي مثلاً إيفنت بروسيجر 1 بدي أستخدم فيه X، إيفنت بروسيجر 2 بدي أستخدم X، في event procedure 1 بعرف X مرة، في event procedure 2 كمان بعرف X، يعني لأنه طلعت على دار ثاني. حكينا في عنا دور، بس إحنا هذا الموضوع حكينا رح ناخذه بالتفصيل بموضوع الـ functions اللي هو الـ functions والـ procedures في chapter 5. تعلمنا كيف نعرف المتغير، الصيغة العامة لتعريف أي متغير dim، بنبلش بالـ keyword dim اللي هي الكلمة المحجوزة dim، بعدين var name اسم المتغير، بعدين as data type dim var name as data type. هاي قاعدة عامة لكل أنواع المتغيرات، شو ما كان النوع، double character string single، في أنواع كثير للبوليان، بس هم قاعدين بفصلوا لك كل نوع لحال. يعني بدي أعرف متغير x نوعه integer، باقي بحكي dim x as integer. بدي أعرف salary as double dim salary as double. بدي أعرف interest rate as double dim interest rate as double. بدي أعرف ورح نأخذ multiple declaration، يعني لو عندي x و y و z كلهن بدي إياهن double، ممكن أعرفهن بجملة واحدة، ممكن أعرفهن بthree statement dim x as double dim y as double dim z as double. وفي طريقة سهلة dim x فاصلة y فاصلة z as double، في عنا طرق أسهل. وإحنا نمر بالمادة رح نأخذ، أخذنا كيف ممكن نسند قيمة للمتغير. حكينا المتغيرات الرقمية عند تعريفها بتأخذ قيمة ابتدائية صفر تلقائياً إذا ما أعطيت قيمة، يعني لو قلت dim x as integer ووقفت بتكون قيمة x تلقائياً صفر، قيمتها الابتدائية. وحكينا كلمة ابتدائية initial value، initial value كلمة مهمة، يعني هي بس القيمة رح يأخذها عند إنشاء هذا الموقع. بعدين هذا الموقع أو هذا المتغير ممكن قيمته تتغير، أسند له قيمة أخرى. إذا بدي أسند قيمة غير الصفر للمتغير الرقمي عند تعريفه، باجي بحكي مثلاً dim number، هاي عندنا number 1 as double تساوي 5، dim number 2 as double يساوي 4. هسا بنشئ number 1 موقع مربع، بتحط له بتتصوره أنت logically virtually، هو مش واقع، مش تصور مش واقعي هذا، بس تصورنا إحنا، تصور المنطقي الفيرتشوال، صورنا الفيرتشوال، نتصوره كموقع زي مربع مستطيل اسمه نمبر 1 قيمته 5، نمبر 2 زي مربع كمان في داخله القيمة 4، واسمه نمبر 2 اسمه فوقية بحط. بعدين رجعنا غيرنا نمبر 1، شفنا 3 ضرب نمبر 2، باخذ نمبر 2، نمبر 2 ما راح تتغير، مين راح يتغير؟ هاي جملة إسناد، راح نحكي عن جملة الإسناد بالتفصيل. 3 ضرب نمبر 2 نمبر 1 يساوي 3 نمبر 2. احكي لك عن جملة الإسناد، الصيغة العامة لجملة الإسناد. assignment statement. الassignment statement صيغتها العامة left
بارت يساوي رايت بارت، طرف يسار يساوي طرف يمين. هاي الصيغة العامة لجملة الإسناد. left hand يساوي right hand أو left part يساوي right part. طيب كيف شو شروط جملة الإسناد؟ left part، لاحظ left part الطرف اليسار must be variable. لاحظ أول شرط left part must، أنا بكتبها كلمة واحدة، خلينا نكتبها left part must be variable. شو يعني must be variable؟ لازم يكون متغير. الطرف اليسار، الطرف اليمين right part may be، ممكن يكون variable، ممكن يكون literal value، ممكن يكون or expression. دكتورة؟ نعم. هسه الطرف الشمال أنا بكون حافظ له موقع على الذاكرة من قبل صح؟ الطرف اليسار متغير، ممنوع تستخدم متغير إذا مش عامل له تعريف، إذا مش حاجز مكان بالذاكرة إله ممنوع تستعمله. هاي قاعدة أخذناها خلص، يعني لازم تحفظها. أي متغير بدي أستخدمه كطرف يمين ولا بالطرف اليسار لازم يكون معرف مسبقا. معرف يعني معرف يعني بحجز له مكان بالذاكرة. يعني مثلا هاي بنحكي مثلا example، لو بدي أحكي مثال يجي تعرف الدم، طبعا حالة الحرف قلنا مش مهمة، هو لو إني بكتب على البرمجية بيعدل لي بدل دي سمول بعملها دي كابيتال، بس هذا أي حالة مفضلة للغة مش إنها إجبارية. as integer مثلا، فاصلة بقدر أقول فاصلة y as double، طبعا ممكن نسند قيمة مباشرة وممكن ما سندش قيمة، ممكن أجي أحكي dim a as integer تساوي 10، بعدين جينا قلنا x تساوي y ضرب 2 زائد x على 5 زائد a قصدي على 5 ضرب 3. كيف هذا التعبير يحسبه؟ كيف بحسب هذا التعبير؟ هاي جملة إسناد، عندي X قيمتها صفر. كيف عرفت إنه X قيمتها صفر؟ لأني ما دخلت لها قيمة، لأني ما سندت لها قيمة بالبداية، بتكون قيمتها التلقائية صفر. واي كم قيمتها؟ تمام صفر برضه صفر عاصة، لأني ما أعطيتها قيمة. طب ليش ما كررت كلمة دم هون؟ ما كررتش كلمة دم لأن أنا بنفس الجملة حطيت فاصلة y as double، ولو نزلت جملة ثانية بحط دم. طيب الA كم قيمتها؟ الA موقع بالذاكرة قيمتها 10، وجيت أعمل جملة إسناد أغير قيمة x. هاي جملة الإسناد تكونت من طرفين، طرف يسار يساوي طرف يمين. هاي صيغتها اليسار يساوي يمين. طيب اليسار شو هو؟ تعال نشوف الجملة صح ولا غلط، بلكي الجملة غلط. هو variable. الجملة صح ليش؟ لأنه اليسار variable. اليمين بصير يكون أي إشي. بصير أسند. بصير أقول x تساوي 5 بعد شوي. بكون بسند literal، هاي literal value. بصير أقول له x تساوي a، بكون بعطيه قيمة متغير. بصير أقول expression. هاي أنا استخدمت expression. راح كيف تنفذ جملة الإسناد؟ يحسب قيمة الطرف اليمين شو ما كان، يحسب قيمة الطرف اليمين شو ما كان، كان قيمة بسيطة أو كان متغير، إذا كان متغير بأخذ قيمة المتغير، أو كان تعبير يحسب قيمته حسب الأولويات طبعا. واي أول شيء الضرب، بعدين القسمة، بعدين الضرب. طبعا هذول إلهن نفس الأولوية، آخر شيء الجمع. ستة
واي صفر اثنين صفر صفر الزائد آخر شيء راح أخليها لأنها أقل أولوية. إيه عشرة على خمسة اثنين 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 ضرب ثلاث ستة 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 زائد زائد صفر بطلع إكس ستة. لو جينا نطبع قيمة القيم مين ينقلنا جمل نطبع فيهن قيم قيم داخل ليست بوكس 1. افرض انه عندك ليست بوكس 1 وبدك تطبع قيمة X Y و A داخل ليست بوكس 1. ليست بوكس دوت ايتمز لاحظ شو بقول ليست بوكس 1 دوت ايتمز اذا مش مسميه هيك راح يكون دوت ايتمز دوت اد ايكوال بدي اطبع x تساوي يعني هيك نطبع عبارة x تساوي بصير بس لاحظ الكوتيشن هاي لو عملت لها كوبي بيس الكوتيشن اللي قاعد بطبعها الدبل كوتيشن اللي بطبعها على الباوربوينت لو رحت عملت لها كوبي بيس على البرمجية بعطيني عليها ايرور الكوتيشن اللي بتظهر بالبرمجية بتكون هيك بتظهر زي كوتيشن بدون ما تظهر تفاصيلها فاصلة x ممكن اعمل واحدة ثانية لا y اطبع y تساوي طبعا كل قيمة راح يطبعها داخل سطر وهاي a تساوي طبعا هذا الكود ممكن انسخه وطبقه عندي أنا فاتح البرمجية بس بعني ممكن أعمل بروجكت جديد بشكل سريع بدي أطبق أي فكرة مش شرط أظن أشتغل على نفس البروجكت ممكن أعمل بروجكت جديد على ديسكتوب ليست 3 سمي أي اسم أوكي مين عنده صوت برجع لاحظ فورم هاي التول بوكس موجود ممكن اخلي التول بوكس في عندي بدي باتون و تكست بوكس ليست بوكس هاي ليست بوكس تظهر فيه نتائج وهذا باتون بكفي ممكن أغير المسميات button 1 بدي أسميه list box 1 ممكن أغير اسمه وإذا ما بدي أغير عادي بدي أروح على الكود أعمل دبل كليك على الزر الإشي اللي راح يصير إذا ضغطت على الزر شو الإشي اللي راح يصير هاي حطيته الكوتيشن عدلهن مش راح يعترض لأنه عدل لي إياهن نعمل run طبعا في ايرور there are خليني اقول له خليني شو الايرور لاحظ الاد الليست بوكس هيك غلط اني اطبع هيك القيم لازم كل وحده بس بجمله واحده كل وحده اطبع قيمتها بجمله واحده فقط تصيرش اكثر من قيمه حط فاصله واطبع اكثر من قيمه ممنوع دكتور عندي سؤال نعم هاي لو إكس لو حذفنا احنا هاي كاملة الجملة كيف ممكن نرجعها؟ أي جملة؟ اللي هي البرايفت سب كاملة مع الانت سب كاملة كاملها كيف ممكن نرجعها؟ عادي ارجع اعمل دبل كليك اعمل دبل كليك على البتون برجع بعطيك الاوتلاين للبروسيجر الخاص بالضغط على الزر جربي الدكتورة ما طلع لي ما طلع لك ايش طيب جربي انت او اكتبها انا بالنسبه لي بكتبه عادي لان انا حافظه هسه بنجربها بعد ما نجرب لاحظت تست ضغطت على الزر اعطاني اكس تساوي بس لاحظ ما ظهر لي اياهن كلهن بنفس السطر
x تساوي 6 y 0 a 10. حسبناها x 6 كانت 0 بالبداية بس بعد العملية الحسابية صارت 6. شو بدك نحذف ال طب خلينا انسخ الكود اول شيء. احذف هاي كامل هاي حذفته. رجعت على الفورم ديزاين رجعت اعمل الدبل كليك ما زبطت معي مش عارف ليش حذفته. رجعت على الديزاين عملت الدبل كليك اعطاني الاوتلاين ل الايفنت بروسيجر اللي هو الكليك اللي هو الضغط على الزر. خلينا نكمل بالأوبريشنز اللي ممكن ننفذها على المتغيرات. هاي أنا ليش ذكرت جملة الإسناد؟ لأنها من أهم الجمل. جملة الإسناد طرف يسار يساوي طرف يمين. الطرف اليمين ممكن يكون أي إشي بس الطرف اليسار بدي أوريك بالكودينج إنه الطرف اليسار لو جيت حطيت بدل X X زائد واحد إيه شايفين؟ صارت الطرف اليسار شو؟ مش متغير صار تعبير. رحت شو عمل لي؟ أعطاني إنه في إيرور وحط أقواس ضاف أقواس وأعطاني إنه هذا خطأ. شوفوا شو عمل؟ خطأ. طرف اليسار لازم يكون فقط متغير ممنوع يكون تعبير. ممنوع أجي أقول X زائد 1 تساوي Y زائد 2. مش زي الرياضيات مش زي الألجبرا. طرف اليسار فقط لازم يكون متغير إلا إذا عملية مقارنة. عملية المقارنة بجمل الإف هي لها صيغة معينة إذا بدي أقارن بين قيمتين هل إنه متساويات أو لا كمقارنة كلوجيكال أوبريتر رح نأخذهن بشابتر 3. أما كجملة إسناد طرف يسار يساوي طرف اليمين. طرف اليسار لازم يكون متغير. الطرف اليمين ممكن يكون أي إشي. ممكن يكون قيمة مباشرة أحكي X تساوي 6. ممكن أقول له X تساوي A. ممكن أقول له X تساوي زي ما عملت هنا تعبير. بكل الأحوال كيف تنفذ جملة الإسناد؟ يحسب قيمة الطرف اليمين شو ما كان. أول شيء يحسب الطرف اليمين بعدين قيمته شو تعمل؟ شو بصير فيها قيمة الطرف اليمين؟ تسند للطرف اليسار. شو يعني تسند للطرف اليسار؟ يعني قيمة الطرف اليسار القديمة بتروح وبيجي مكانها القيمة الجديدة. يعني كانت X صفر بس حسبنا قيمة التعبير 6 صارت قيمة X 6. خلص سندت له قيمة جديدة سندت له القيمة 6. طب نكمل بالأوبريشنز الرئيسية. في عنا إنكريمنتينج. شو يعني إنكريمنتينج؟ يعني إذا بدي أزيد قيمة متغير to add one to the numeric variable var. إذا بدي أضيف واحد على قيمة النيوماريك variable var في عنا أكثر من جملة بقدر أكتب var يساوي var زائد واحد. هاي جملة إسناد عادية بأخذ قيمة المتغير القديمة طرف يمين يساوي طرف يسار. اليسار هو متغير واليمين تعبير. قيمة الفار القديمة مثلا لو كانت الفار 5 بشوف 5 زائد 1 6 بعدين ال 6 وين بسندها؟ بنفس المتغير. بدل ما كانت قيمته 5 صارت قيمته 6. Or as a shortcut في عندنا اختصارات لبعض الأوبريترز للأسايمنت أوبريترز. في عندنا بلس إيكوال ماينس إيكوال ضرب إيكوال قسمة إيكوال أس إيكوال كلهن إلهن اختصارات. بس لاحظ الصيغة العامة لهذا الاختصار var plus equal 1 يعني زيد واحد على قيمة الفار. طبعا هاي الشورت هاند أوبريترز أكتب لكم إياها إنه هي في لها قاعدة. انتبه إنه هاي plus equal هاي جملة إسناد كمان. هاي جملة إسناد يعني اليسار لازم يكون متغير. اليمين شو ما كان مش مشكلة. إذا كانت بلس إيكوال يحسب قيمة الطرف اليمين ويضاف للمتغير. لاحظ هاي صيغة عامة var plus equal numeric expression. شو الإشي اللي بصير؟ قيمة النيوماريك expression يحسب قيمته بالأول بعدين يضاف على القيمة القديمة للvar وتخزن النتيجة بالفار. بأخذوا قيمة الفار القديمة بيجمعوا لها للنيوماريك إكسبريشن والقيمة الجديدة تخزن بالفار. طب لو كانت طرح نفسها بس طرح var يساوي
بقدر أطرح واحد decrement. هاي عملية decrement. شو يعني decrement؟ إني أنقص واحد من قيمة المتغير. عندي أكثر من طريقة لإنقاص واحد من قيمة المتغير. إما بكتبها بصيغة عادية var يساوي var ناقص واحد، جملة إسناد عادية var يساوي var ناقص واحد، بأخذ قيمة الفار القديمة ناقص واحد بخزن النتيجة. يعني لو كانت خمسة الفار، خمسة ناقص واحد أربعة، وين رح تتخزن؟ بنفس المتغير، بصير قيمته أربعة نقصت واحد. أو بستخدم طريقة الشورت كات هاند، شورت هاند أوبريتر، شورت هاند أسايمنت أوبريتر ماينس إيكوال فار ماينس إيكوال واحد. يعني بقول له نقص من الفار واحد، أنقص من قيمة الفار واحد بشكل عام. مش شرط أنقص واحد، ممكن أنقص أي إشي من قيمة الفار. var minus equal numeric expression، قلنا كيف راح تحسب قيمة numeric expression؟ يحسب بعدين يطرح من قيمة الفار. يعني لو كان قيمة الفار 10 والنيوماريك expression طلع 4، شو بصير قيمة الفار؟ 6. 10 ناقص 4 6، تخزن بالفار. هاي var minus equal x. طب لو بصير أقول var plus 1 minus equal x، لا، يعني هاي انتبه، هاي جمل إسناد كون فيها assignment، كون فيها assignment بتظلها جملة إسناد، حتى لو ضفت لها minus equal plus equal ضرب equal بتظلها إسناد. الطرف اليسار لازم يكون بس متغير، ممنوع يكون تعبير. الطرف اليسار لازم يكون بس متغير، اليمين ممكن يكون أي شيء. وضحت؟ بهاي الجمل اللي بنحط فيها minus equal plus equal ضرب equal، هاي اختصار، نستخدمها للاختصار الكتابة. طيب نفس الاشي المالتيبليكيشن، اذا بدي اضرب اكس، بدي اضرب قيمه الفار باكس باي قيمه معينه، مثلا بدي اضربها بخمسه، قيمه الفار بدي اضربها بخمسه، بقول فار تساوي فار ضرب خمسه. هاي الطريقه العاديه، فار تساوي فار ضرب خمسه، لا بديش اختصر، او بختصر فار ضرب ايكوال خمسه. بشكل عام بقدر استعممها، فار ضرب ايكوال نيوميريك اكسبريشن، شو راح يصير؟ راح يحسب قيمة النيوميريك اكسبريشن، بعدين تضرب قيمته بالمتغير، قيمة القديمة للمتغير بنضربها بالنيوميريك اكسبريشن، بنخزن النتيجة بالفار، وكمان على القسمة، وكمان على الأس، وكمان على كل الأوبريترز، كل العمليات، والقسم الصحيحة والمود راح ناخذهن كلهن، بقدر أعمل لهن مود إيكوال، قسمة صحيحة إيكوال، ها قسمة راح نشوف أنها قسمة حقيقية، هي القسمة الكاملة. وبعد شوي رح نشوف في عندي عكسها، هي قسمة صحيحة، عكس إشارتها الباك سلاش، هاي السلاش الباك سلاش رح تكون قسمة حقيقية. في عنا مجموعة من البيلد إن فانكشنز اللي ممكن نطبقهم كمان على الأرقام. بالكتابنا بمادتنا في عنا مصطلحين للفانكشنز، في عنا إشي اسمه فانكشن، وفي عنا إشي اسمه بروسيجر أو سب بروسيجر. فانكشن وسب بروسيجر. لاحظ الفانكشن، دقيقة بس بدي أكحش الأولاد. راشد وعبد تحت المحاضرة. طيب لاحظ فيه، رح ناخذ function و sub routine أو sub procedure، زي اللي عملناه لل event procedure كان sub، بنسميه procedure أو sub routine. عادة ال functions بيرجع نتيجة، ال functions هذا رح ناخذه بchapter 4 chapter 5 اللي هو موضوع كامل، بس إحنا بمر علينا أحيانا functions build in. يعني build in يعني مبنية، بتشتغل على الأرقام، بتشتغل على النصوص، بتشتغل على البوليانز، بتشتغل الفانكشنز البيلد إن. لما أحكي لك فانكشن يعني أعرف إنه بده يرجع ليك نتيجة، رح يرجع منه نتيجة. إذا حكيت لك بروسيجر أو سب روتين، السب روتين بيشتغل 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 وبطبع الريزلت، ما بيرجعها. زي هذا اللي بيعالج إيفنت كان يطبع النتائج بس ما كان يعمل ريتيرن إرجاع. الفانكشن لا، بحسب وبرجع لك نتيجة. في عندنا مجموعة من الفانكشنز اللي بتشتغل، في عندي مجموعة فانكشنز بتشتغل على الأرقام. نشوف هاي الفانكشن، في عندنا SQRT اللي هو square root،
طبعا سكوير روت بستخدمه math.sqrt جذر التربيعي لأي رقم حقيقي، مش شرط الرقم يكون صحيح، مش شرط يكون 9، لو قلت له 9.5 بعطيني جذر 9.5. math.sqrt نشوف مثلا الماث ممكن نظهر، خلينا من هاي الجمل هاي، خلينا نطبق list books 1.items.add. شو بدي يظهر داخل هاي؟ هاي نكتبها math dot. الصيغة بدكم تحفظوها، لاحظ الماث في أشياء كثير بالماث، هاي الابسليوت، الاي كوساين، اساين اللي هي الكوساين انفرس، هاي اللي جتا انفرس، جيب انفرس، هاي اسمها اكوساين، اساين، اتان، اتان تو، الكوساين نفسها، السيلينج، هذا كلهن موجودات بالماث، ماث دوت. احنا بنعطيك السكوير روت بس بنفترض انك ممكن تشوف الباقي الاشياء الموجوده. سكوير روت للتسعة مثلا، ممكن احط السكوير روت للتسعة ونص، مش شرط انه الرقم يكون صحيح. سكوير روت بعطيني الجذر التربيعي. هاي خلينا نعمل run سكوير روت التسعة ثلاث، سكوير روت التسعة ونص 3.8% تقريبا. شايفين سكوير روت؟ طبعا في عنا مجموعة كبيرة من الفانكشنز اللي تابعة للماث، بس احنا بهمنا الاشياء الرئيسية. في عنا السيل، قبل شوي ظهر عندي سيل، سيل اللي هو السيل اللي هو بيقابل سقف الرقم، مش الفلور. بدي اذكر لك الفلور انا، لانه عكس السيل الفلور. ها انا حافظن الفلور للتسعة ونص 9، اللي هو اقتران اكبر عدد صحيح. تاخذوا بالرياضيات اقتران اكبر عدد صحيح، تاخذوه بالرياضيات مختصر اللي هو الخطين لتحت إلى الشحطات، هذا فلور. إذا لفوق الشحطات سيل، هذا اقتران أكبر عدد صحيح، واللي هو أكبر عدد صحيح أقل أو يساوي الرقم، أقل أكبر عدد صحيح أقل من الرقم أو يساوي. متى يساوي الفلور؟ إذا كان 9، قلت لك فلور 9 بتقول لي 9، فلور 9.5 9، فلور 9.7 9، فلور 9.8 9. السيل لو قلت لك السيل الفلور بيشتغل اقتران اكبر عدد صحيح، مش اخذت اقتران اكبر عدد صحيح بالرياضيات؟ بالرياضيات مش اخذت اقتران اكبر عدد صحيح؟ ليه اقتران اكبر عدد صحيح اقل او يساوي الرقم؟ فلور السالب 9.5، لو قلت لك فلور السالب 9.5 سالب 9 8، ليش رفعت 8؟ سالب 10. أول رقم أقل من أول رقم أقل، سالب 10. سالب 10 بس مش بروح على 8. هيها تيست سالب 10. لو نفسها قلت لك سيل، لاحظ بالمات لما حطيت مات دوت طلع لي فانكشنز كثير. هاي سيل السقف، السقف للسالب 9.5 سالب 9 ولل 9.5 10. سقفة، في سقف وفي أرض. كلمة كيف كاتبها غلط؟ سيلينج، هون اسمها سيلينج، أنا لأني حافظهن من لغات برمجة ثانية. سيلينج، سيلينج للسالب 9.5 سالب 9، اللي هو الرقم أقل عدد صحيح أكبر من الرقم. السيل أقل عدد صحيح أكبر من الرقم، الفلور أكبر عدد صحيح أقل من الرقم. عرفتوا شو الفلور؟ يعني أنت لما تحط الرقم على خط الأعداد، الفلور أرضه والسيل سقفه. جيت تقول 9.5 سقفه 10، أرضه 9، سالب 9.5 سقفه السالب 9، سقفه اللي أكبر منها سقفه سالب 9 وأرضها الفلور سالب 10. عرفنا من كلمة فلور، فلور شو يعني؟ أرض اللي أقل منه. السيل شو يعني؟ اللي أكبر منه، بس أكبر منه مباشرة. ليك بيقول لي أقل عدد صحيح أكبر من الرقم، هذا السيل.
الفلور أكبر عدد صحيح أقل من الرقم. يعني مش هروح أقول 8، مش هروح 9.5 السيل إلها أقول الفلور إلها 8، لا الفلور إلها 9، لأن أنا بدي أكبر واحد أقل من الرقم، أقل أو يساوي. متى يساوي؟ قلت لك السيلينج للسالب 9، سالب 9 إذا كان عدد صحيح بعطيك نفسه، إذا كان مش عدد صحيح لا. طبعاً أنت مطلوب منك بس الأشياء الرئيسية المذكورة بالسلايد، بس أنا قلت له math.sqrt اللي هي هاي العمليات الحسابية كلها موجودة بالماث. معطيك هو مثال منها الجذر التربيعي، ممكن تلاقي أشياء كثير تابعة للماث. الانت مثلاً هذا مش تابع للماث، الانت بأخذ العدد الصحيح من الرقم. الانت شو بعمل؟ بأخذ العدد الصحيح، الجزء الصحيح من الرقم، الجزء العشري بحذفه، مش بقربه، بحذفه. الجزء الصحيح بحذفه، مش بعمل التقريب عشان يعطيك الانت. هاي مثلا حكيت الانت، هاي الانت function انت، هذا مش تابع للماث. ليك ما قلت ماث 9.6، الانت إلها كم؟ 9. الانت إلها 9. لو قلت لك الانت للتسعة واثنين بالعشرة كمان 9، الانت للسالب 9.5 سالب 9، بس يباخذ الجزء الصحيح. الانت شو بعمل؟ ما بقرب، ما بعمل راوند، ما بعمل تقريب، باخذ بس الجزء الصحيح من الرقم. والجزء العشري شو بعمل له؟ بعمل له حذف. لو قلنا سالب 9.6، الانت إلها كم؟ سالب 9. شوفوا أعطانا الرقم بالسالب، أعطانا اللي أقل منه. انتبهوا على الانت. طب نشوف السالب، انتبهوا على الانت إنه بالسالب أعطاني الرقم صحيح اللي أقل من الرقم. دكتور نقدر نحتاجه في الفلور مثل نقدر نحتاجه في الفلور مثلا الانت تقريبا أعطاني العدد الصحيح اللي أقل من الرقم. طب خلينا كمان مرة نعطيه سالب 9.3 هون للعدد الموجب الانت، بعطيني اللي أقل منه، العدد الصحيح اللي أقل منه مش حذف الجزء العشري، والعدد السالب كمان اللي أقل منه مش بحذف الجزء العشري، بعطينا العدد الصحيح اللي أقل منه، العدد الصحيح اللي أقل منه بالإنت. طب الراوند ما تتراوند، نشوف الراوند، الراوند اللي هي عملية التقريب. نشوف ما تتراوند، لاحظ الراوند موجود بالمات. طبعا لو كتبت انا كيف ما كانت حالة الحرف مش مشكلة، هو بغيرها ماد راوند 9.6، هاي راح اقربها لاقرب عدد صحيح بتكون 10، بتصير 10، هاي 10. طبعا احنا ممكن نحدد له مثلا لاقرب خانة عشرية، لاقرب خانتين عشريات، لاقرب ثلاث خانات عشرية. طبعا انا الرقم عندي بدي اكبره واقول له لاكبر خانة خانتين عشريات، هي لاكبر خانتين. اذا ما حطيت لاحظوا الراوند هي أعطاني إياه value، شو القيم اللي بأخذها؟ value as double، value القيمة اللي بدي أقربها يعني، digits as integers عدد الخانات العشرية. ولاحظوا هذا function بيرجع قيمة نوعها double، شو بأخذ؟ بأخذ value، بأخذ عدد الخانات العشرية اللي بدي. إذا حذفت عدد الخانات العشرية بقرب لأقرب عدد صحيح. لاحظ rounds a double precision floating point value to a specific number of fractional digits. Digits اللي هي the number of fractional digits in the return value. أقرب عدد هاي لإيش رح يقرب لي إياها؟ لتسعة وثلاثة وستين. تسعة وثلاثة وستين. يخلي لي خانتين، الأربعة أقل من النص بحذفها. أعمل run قبل ما يخلص الوقت. هاي تسعة
و63. خلينا نعمل end عشان end للميتينج هاي عشان نبلش الميتينج الثاني. يلا يعطيكم العافية بعد دقيقتين.